دونك سلام، اهلا بكم. تكملة للدرس السابق، دونك هذه هي الانترفاس تاع البروجي تاعنا جافا سكريبت. دونك هنا كاينه حاجه مهمه ننبهوا بها، هي انه في الاول بروجيكت هذا عندنا كما قلت بزاف لي فيشي. هادو لي فيشي انايا ما عندي حتى حاجه بهم، يعني دي كونترول كليك 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 كليك، يعني ما عندي حتى حاجه بهم. انا راح باغي نبدا، يعني هادو نعتقد دورا نقدروا نشرحوا هنا واش معناتها جات هاب واش معناتها، مي اون غو سي دي فيشي مهموناش، يعني سبور سا سيليكسيونيوهم نديرو لهم ديليت. اوكي دونك كوم سا الدوسي تاعنا يعني راهو فيد بروبر ساجي بروجي اتش تي ام ال، وفيه راح نكتبو جافا سكريبت ونبداو نبداو بأول تطبيق جافا سكريبت. نروحو فايل نيو ابري دوكيمون اتش تي ام ال، ابري هنا نكتبو ان سي نكتبو اليرت او بيان وي نديرو ان فيرست اليرت جافا سكريبت اليرت جافا سكريبت. فوالا ديرو ان اليرت في جافا سكريبت اللي هو اول تطبيق تاعنا في جافا سكريبت. اوكي فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، فوالا يعني البروجي تاعنا او تو في الدوكيمون اتش تي ام ال هذا راكم تشوفوا. سي جوست فوالا. دونك هنايا نديرو هنا باغ اكزومبل تايتل فيرست اب اون جافا سكريبت، يعني هنا دوكيمون اتش تي ام ال عادي جدا، يعني دوكيمون فوالا هنايا دوكيمون اتش تي ام ال عادي كيما تعلمنا في دورة لغة الاتش تي ام ال عادي جدا، دوكيمون اتش تي ام ال عادي جدا. دونك جافا سكريبت هي يعني اون جينيرال هي عبارة عن ان تايب كوم سي اس اس كيما تعلمنا في دورة لغة السي اس اس، سوا تقدر تكتب داخل دوكيمون اتش تي ام ال سوا من خارج دوكيمون اتش تي ام ال. هي سي جوست ان تايب تكتبها في البودي ولا تكتبها في الهيد، لك الخيار. اون جينيرال نكتبوها في الهيد، جيو هنايا في الهيد بايزون نكتبو سكريبت، تشيرشيو على تاك سكريبت تشوف يعني الفائدة الكبيرة تاع الويب ستور ليديتور هذا، يعني جوست كتبت اس ار يعني اس سيار هو عطاني سكريبت ديريكتو عطاني خيارات واش نخير. انا نخير سكريبت نشوف، يعني كي نسكر هنايا القوس يعطيني لوتو كومبليت، عرفها ديريكتو مو بلي سكريبت. هذه يعني الفائده، يعني تربح لك الوقت، يعني تربح وقت اون بلوس توت سويت في حين تقوم ب يعني بتذكر لي كوموند تاع جافا سكريبت. باغ اكزومبل انا حاب ننديكي هذه تاج سكريبت باللي هي عبارة عن دوكيمون جافا سكريبت، جوست نكتب تايب عطاني تايب ابري اوتوماتيكمون عطاني تساوي دوزا كولات. هنا عطاني خيارات وجوج خيارات، انا ديريكتومون كليكي هنا جافا سكريبت تكست هنايا بهذه الحالة هكذا في التاج هذا توس كي كريسي يعني كود اللي نكتبو هنايا هو جافا سكريبت حد الساعة. هذه هي كود جافا سكريبت تكتب هنا. حنا حابين نديرو ان سامبل اليرت، يعني ان سامبل اليرت يقول لك هاي فروم جافا سكريبت ويا هاي فروم فيرست جافا سكريبت. يعني اليرت في جافا سكريبت تكتب كوموند اليرت فوالا تو ايسي ديريكتومون عطانا اليرت. يعني هذه هي الفائده تاع الويب ستور، ما ننصح به يعني الاخوه اللي يعني مبتدئين في جافا سكريبت، يعني ننصح به هذا يعني مفيد جدا. دونك اليرت نقولو هاي فروم فيرست عفوا فيرست اب جافا سكريبت فوالا. هذا سامبل اليرت، يعني سامبل اليرت واش معناتها في جافا سكريبت. حنا تعلمنا على السي اس اس و الاتش تي ام ال اللي بنينا ستراكشر تاع الصفحة، تعرفنا على السي اس اس اللي هو يدير لنا الديزاين يعني يهتم بلي كولور. كيما قلنا كاين ان تاغ ستيل نحطوها هنايا، كيما نقدروا نديروا ان دوكيمون خارج الدوكيمون اتش تي ام ال
وهذا الدوكيمون سي اس اس خارج دوكيمون اتش تي ام ال نعيطو له من داخل دوكيمون اتش تي ام ال. نفس الشيء الجافا سكريبت ميم شوز، عندنا تاغ نقدروا ننتجريوها في دوكيمون اتش تي ام ال كيما عندنا لو شوا ان فايل جافا سكريبت، ومن هذا الفايل جافا سكريبت نديروا له ابل من داخل دوكيمون اتش تي ام ال ميم شوز. هنا عندنا اليرت سيتون كوموند تاع الجافا سكريبت، يعرفها غير الجافا سكريبت اليرت. دونك هنايا خصنا غير سوا كليك دروات نديرو رن، سوا ديريكتومون نجيو هنايا براوزر، نخيرو براوزر فايرفوكس باسكو انا عندي الفايرفوكس. فوالا دونك ايسي كليك دروات رن، اند معطاناش اليرت، درنا انتي بروبلام تايتون. هنا خصنا نكون ورقيل اوكي، عندنا بتي سوسي، عندنا بتي بروبلام فوالا سكريبت ساماش. Voilà. Donc, là. Voilà, on va exécuter encore une fois. Je vais doubler l'application. Tiens, là, le JavaScript, ça marche, qui me voulait. Et c'est juste. Voilà, ça marche 100%. Hi from first app in JavaScript. Ok. Donc, voilà. هذه سامبل ابليكاسيون سامبل كود جافا سكريبت في انتاي جافا سكريبت. دونك نتلاقى في دروس اخرى بتفاصيل اكثر.